السيدات والسادة، أسعد الله مساءكم بكل خير. في 30 مارس من كل عام يحتفل الفلسطينيون والعرب والأحرار في كل مكان في العالم بذكرى يوم الأرض. اليوم نحتفي معا بالذكرى 40 لهذا اليوم الخالد والراسخ في وجداننا ووجدان شعبنا. نحتفي لنجدد الذكرى بهذا اليوم الذي قامت فيه سلطات الكيان الغاصب بمصادرة واحتلال آلاف الدنومات من أرض فلسطين عام 1976 ميلادية. الأمر الذي على إثره اندلعت الاحتجاجات في مواجهة عنجهية الصهاينة المحتلين، مما أدى لاستشهاد العديد من أبناء شعبنا الفلسطيني البطل. حضورنا الكريم، تمر علينا هذه الذكرى في ظل واحدة من أخطر المراحل التي يمر بها قضيتنا الفلسطينية، والذي تستهدف الانقضاض وإنهاء القضية وتصفيتها. مستقلين ضعاف النفوس، بائعي قضايا أمتهم، مروجي الاستسلام تحت مسمى السلام. تمر هذه الذكرى الخالدة وشعبنا الفلسطيني يبدع، سجل جديد من المقاومة، من مقاومة الاحتلال القاصف بالسكاكين وتنفيذ عمليات الدهس ضد قطعان المستوطنين، مرسلين رسالة واضحة وجلية بأننا لن نتنازل عن أرضنا وحقنا في الحياة بحرية وعزة وكرامة، وبناء دولة فلسطين العربية الديمقراطية على كامل أرضها من البحر إلى النهر. حفلنا الكريم عندنا ونحن نحتفل بهذا اليوم الخالد الذي يذكر الجميع ويرسخ لدى الأجيال القادمة حب الأرض والتعلق بها وعدم التنازل عنها، ليكملوا المسيرة مستقبلا حتى تحرير كل فلسطين. لا بد لنا أن نوجه أسمى التحايا وأعظمها إلى المناضلة الأممية ريما خلف، والتي باستقالتها الشجاعة وموقفها الطاهر الذي يرفض الدنس ويبين ضعف المؤسسات الأممية وانحيازها لصالح الكيان الغاصب وعجزها عن توفير وحماية لأبسط حقوق شعبنا الفلسطيني البطل من انتهاكات الكيان القاصب وأفعاله الإجرامية التي أذت ضمير الأسرة البشرية منذ الجرائم الأولى التي ارتكبها في أرض فلسطين آبان فترة احتلال بريطاني. نشد على ساعديها ونطالب أن يتخذوها قدوة أولئك الذين حرفوا بوصلة الصراع في اتجاه عدو أمتنا الرئيسي هو الكيان القاصد إلى اتجاهات أخرى، لينطبق عليهم ما قاله الشاعر العربي الخالد مظفر النواب: بوصلة لا تشير إلى القدس مشبوهة. يا سادتي، نحن وإذ نوجه التحية لكافة أحرار العالم على مواقفهم الشجاعة، نطالب أيضا من أنظمتنا أن تكون سياستها انعكاس لنبض شعبنا العربي الذي حفر في قلبه اسم فلسطين وقضيتنا منذ الأزل. ففي ظل كل ما يعانيه شعبنا وكل التضحيات الجسام التي قدمها، نجد أنظمة عربية تهرول
باتجاه ارتكاب جريمة التطبيع مع الكيان الغاصب، وهو ما نؤكد على وجوب إيقافه فورا دون أي تأخير، وهو ما نطالب معه حكومة مملكة البحرين بإصدار موقف واضح ومنع أن تدندس أقدام الصهاينة الإنذال أرض بلادنا الحبيبة، حيث إن ما يتداول منذ شهور من كون مملكتنا الحبيبة ستستضيف كونغرس الفيفا المزمع قد عقد في شهر مايو المقبل، والتي سيشارك من بين وفوده وفد صهيوني، وهو ما استنكره شعبنا وشجبه وطالب من حكومته العدول عنه، إلا أنه حتى هذه اللحظة فإن الصمت هو سيد الموقف، ولم يصدر موقف واضح يطمئن شعبنا من أن أرضه لن تدنس بحجة الرياضة، فدماء شعبنا أقلى بآلاف المرات من المكاسب الرياضية. في الوقت الذي نجدد مطالبنا الأنظمة الرسمية بوقف خطوات التطبيع مع الكيان الغاصب، فإننا ننبه شعبنا إلى الزيارات المشبوهة اللي شاركت بها شخصيات فنية وأدبية وتروج لها جهات إعلامية وأمام مرمى الدولة، ذلك لما تشكل هذه الزيارات من تطبيع فج وسافر وفعل مستنكر ومدان، نطالب معه من كل مشاركة فيه بنية حسنة الاعتذار عنه لشعبنا. ختاما نوجه أعظم التحايا النضالية لشعبنا الفلسطيني البطل وقواه المقاومة الحية، المج كل المجد لشهداء شعبنا الفلسطيني البطل. الحرية للأسرى، العار كل العار للصهاينة الأمثال والمطبعين، وشكرا لجمعية البحرين لمقاومة التطبيع.